تلتقون في رمضان المقبل مع سلسلة أسرار الليل، وهو عمل فني تاريخي سيؤتت المشهد المغربي، والذي تم تصويره ببرشيد وتحديدا جماعة المكي بدار الباشا، ويتكون من 4 حلقات مدة كل واحدة منها ساعة. ويعد هذا العمل قصة تاريخية تخيلية تحمل أحداثا مشوقة ومليئة بالإثارة، وسيتم عرضه على القناة الثانية دوزام، وهو من إخراج هشام الجباري، ويشارك في بطولته الفنان محمد خيي ونجاة الوافي وحليمة البحراوي، إلى جانب كل من خديجة زروال ومحمد متوكل وسلمى صلاح الدين ورانيا منصور، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة للممثل القدير محمد سولي.